اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما معاكم برنامج اسرار الحياه على كل جديد وكل مفيد. طبعا اساس البيت هو اهم حاجه. ازاي نختار اساس بيت؟ ازاي نختار الاساس اللي يناسب بيوتنا واللي يقدر يعيش مع اطفالنا اللي هم الملائكه الموجودين في البيت؟ معانا النهارده ومعاكم باشمهندس احمد. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله فندم تمام. في البدايه عاوز حضرتك تعرف نفسك اكتر للساده المشاهدين وتعرفنا عن بيت حضرتك. اوكي انا احمد شندي صاحب بيت شندي هومز. تمام. الفكره جت ان احنا بدانا نعمل ابلكيشن نسوق المنتجات بتاعتنا من مصانعنا. حلو جدا. بنصنع المنتج اذا كان دريسنج روم او غرف نوم او ركن او برجلات. حضرتك تصنيع وبيع وشراء برضه كل شيء. طب حلو جدا. تمام. يعني متكامل. المتكامل عندنا هو الابلكيشن. الابلكيشن بيكمل عندنا التصنيع وبيكمل كل حاجه. يعني اقدر من بيتي اختار اساس بيتي من خلال الابلكيشن ويدوب بس اطلبه من حضرتك يوصل لي؟ بيوصل يا فندم. من غير ما اروح ولا اجي ولا اختار ولا كل ده؟ ودوت بيوصل للعميل تحت عناية مراقبه. تمام. اذا كان في مرتجع ده بيتم استرجاعه من العميل. بنسلم العميل المنتج زي ما هو في تخيلاته وافضل كمان من كده بكتير. زي ما اختار الصوره هي هي الموجوده. زي ما اختار الصوره هي هي الموجوده هي اللي بتنفذ وهي اللي بتسلم. طب كده احنا حلينا مشكله الصوره. طب نيجي في مشكله بقى الاساس. يعني الخشب نوعه ايه؟ ده بنسال نفسنا نوع الخشب ده في عندنا على حسب اختيار العميل في كل حاجه. يعني مثلا في زين في ام دي اف في كونتر. تمام. على حسب المنتج وعلى حسب يعني كل حاجه وكل ما بيطلب منتج وعلى قد ايد العميل زي ما بيقول بالظبط كده. في الغالي وفي الرخيص في كل حاجه بسعرها. تمام. طب انا دلوقتي يا باشمهندس اتواصلت معاك وقلت لك انا عاوز الاساس ده يوصل البيت. اوكي. بيوصل في خلال قد ايه او ازاي بيتم التعامل؟ في خلال من 3 لـ5 ايام عمل ده بيتم توصيل المنتج للعميل. تمام. في مده استرجاع حوالي 15 يوم. هو بيكون في جاهز ولا حضرتك مجرد ما اختار الصوره بتجهز؟ اختار الصوره بتبدا يتم تصنيعها. اول ما بيطلب العميل اول ما بيطلب الصوره. تمام. او المنتج بيتم تصنيعه في خلال 3 ايام ويومين توصيل بيتم توصيله للعميل. في الحاله ديت وقع في مده استرجاع 15 يوم ضمان 6 شهور على اي منتج. حلو قوي. 6 شهور. 6 شهور على يعني مش هبيعه ماليش دعوه. لا 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 في ضمان حقيقي 6 شهور على اي منتج. طب والملايكه اللي عندنا في البيت نعمل فيهم ايه؟ لا دول بيتنططوا ليل ونهار فبالتالي بتلاقي ان الخشب مش بيستحمل كل ده. ما هو على حسب ما قلنا للعميل في خشب زن. يعني مثلا للركنات ده الاساسي. اكتر حاجه بتفضلها؟ بفضل الخشب الزن ده افضل حاجه وعملي جدا ويستحمل افضل من الخشب المسكي افضل من انواع كتير جدا في الخشب. تمام. يعني اول ما يجي العميل ليك بتفضل له الخشب الزان؟ برشح له الخشب الزان. هو ليه حريه اختياره. في دريسنج روم مثلا ده بيبقى من الكونتر. تمام. في ام دي اف انا ما برشحش الام دي اف لان هو مع الوقت مش عملي قوي زي الكونتر بس في عملاء بتفضل الام دي اف. تمام. حاجه بتتكلم على ثقه. لا ده عشان كام سنه في الموضوع او كام سنه ابتديت انك تشتغل؟ لا انا شغال في المجال من قريب من حوالي 2 سنين. تمام. بس كان عندي خلفيه جامده جدا في الخشب والاساس والحاجات ديت. يعني اول بدايتك كانت من بدايتك كانت توريد اكسسوارات للشركات في اكتوبر. اشتغلت مع شركات كتير جدا في توريد الاكسسوارات بتاعتها. تمام. ده اللي تم وده اللي اداني فكره ان انا افتح المصنع وافتح اعمل ابلكيشن وابدا في الابلكيشن. ده اللي ساعدني ان انا اخش الاساس بسهوله. حلو قوي. انك عملت دراسه على نفسك الاول؟ بدات الاول وردت اكسسوارات للشركات تعمقت في المجال خدت فكره عن التصنيع خدت فكره عن المجال. ده اداني بقوه ترشح ان انا اخش اصنع على نفس المنتجات. اشتغلت على نفسي بعد كده ابتديت اشتغل على ارض الواقع. اتعاملت مع في شركات بدون مسميات اتعاملت معاها كتصنيع في البدايه وبقيت اورد لهم هم البيع كان من خلالهم. فبعد كده رحبت بفكره ان هو انا ابيع واصنع وكل حاجه من عندي المنتجات والبيع والتصنيع وكل شيء من عندي. اكيد اسعار حضرتك بتختلف لان التصنيع وكل حاجه من عندك. ده بيوفر كتير جدا لان في شركات خارجيه بتحط نسبه حوالي 25% على المنتج. انا بشتري من معرض غير ان اشتري من مصنع من مصنع نفسه. فده بيوفر تكلفه جامده تكلفه للعميل. يعني ممكن اوفر للعميل حوالي 30% من اي معرض او من اي ابلكيشن. والابلكيشن معظم ابلكيشنات بتاخد من موردين وتبدا تسوق للعملاء. تمام. احنا بنصنع وبنورد على طول فدي بيوفر التكلفه اقل شيء 30% من سعر المنتج. ممتاز جدا. طب عاوزين نتكلم عن الابلكيشن شويه. اوكي. تعرف صراحه لما دخلت عليه ما شاء الله لقيت كل شيء موجود. تمام. يعني كل اللي بيتمناه الشخص موجود. دي حقيقه. من اول غرف نوم ودريسنج روم ركن كراسي مرجحه برجله كل شيء متاح وكل شيء متوفر على الابلكيشن. مش هاخد جزء واروح اجيب الجزء من حته ثانيه. لا لا كله متوفر كله متوفر على الابلكيشن من اول كراسي المراجيح غرف نوم دريسنج روم. تمام.
كل شيء متوفر على الابلكيشن. طب حلو، التواصل في كل المحافظات ولا محافظات مرة؟ لا جميع المحافظات، شحن مجاني. بتختلف طبعا كتواصل كشحن كل ده بيختلف؟ لا هو احنا كده كده عاملين يعني اول 6 شهور شحن مجاني لجميع المحافظات، اي اوردر في اي محافظه شحن مجاني. طب حلو قوي، ممتاز. العربيات حضرتك اللي بتجيبها وكل حاجه مجهزه من عند حضرتك؟ كل حاجه مجهزه وكل حاجه بتطلع احنا يعني حتى مش روح هات لي العربيه وتعالى شيل. لا 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 اوكي، ما فيش الكلام ده، توصل طيب لحد العميل لحد باب بيته، وما عجبوش كمان المنتج بيقدر يرجعه مع العربيه، وما بيدفعش ولا مصاريف شحن ولا بيدفع اي تكلفه. طيب التكلفه ممتاز. كلها علينا يعني، بوصلك الحاجه وكمان ما عجبتش حضرتك بترجعها تاني وترجع تاني لحد عندنا، ما فيش اي مشكله. حضرتك حبيت مثلا في عيب نحاول ان احنا نعدله، ما فيش مشكله. حضرتك رفضت المنتج تماما، ما فيش اي مشكله، ممكن نرشح لك منتج تاني بديل ليه. تمام. اختيار الالوان واختيار كل شيء، لان في شخص يقول لك ان الالوان الوان الاساس على حسب ديكور البيت. اوكي حقيقة. كل ده بتتم ازاي الاتفاق عليه الالوان؟ يعني انا مثلا بشرح للعميل اللون، عرضنا على الابلكيشن مثلا وليكن ركنه لون بني، فالعميل مثلا محتاجها بيج اوف وايت، فبنبعت للعميل من خلال واتساب بنبعت له الالوان المتاحه وكرتله الالوان، ده بيوصل له، بيوصل للعميل فهو بيقرر اللون وبيختار اللون من خلال الكارتيلا او من خلال الالوان المتاحه، فبنقدر نساعده. تمام ممتاز. طبعا احنا عندنا صور لشغل حضرتك. اوكي. عايزين التعقيب عليها ما شاء الله، يعني شغل عالي جدا. ده لوجو الابلكيشن. ده الابلكيشن الموجود. تمام. تمام، كلمني برضو عن الصور والابلكيشن. هي فكره جميله جدا انك تنشئ ابلكيشن. حلو قوي. هو في ناس انشأوا الابلكيشن قبلي تمام كده، بس كانت هي كانوا شغالين مع موردين. تمام. ان هو بياخدوا من مورد زي غيري، فانا بنشئ الفكره بتاعت الابلكيشن تصنيع، ان انا اعمل مصنع اصنع ونفس الوقت اسوق على الابلكيشن. هي فكره الابلكيشن كويسه وبتسهل كتير على العملاء، في خلال ان احنا في وقت التكنولوجيا يعني اسرع حاجه دلوقتي ان انا مش لسه هلف على معارض او لسه ادور هنا او هنا فاضي. او هنا او هنا، كل واحد ملهي بالشغل بتاعه او بحياته، فبالتالي مش فاضي ان انا انزل والف. تمام. لمنع عن طريق الابلكيشن هختار واطلب من حضرتك. تمام. على طول. فانا بوفر للعميل دوت وبسهل للعميل، اذا كان المنتج ما عجبوش ما يستلموش يا فندم، يطلب رفضه ما فيش مشكله، بنغير له المنتج او نساعده في اختيار منتج. تمام. تاني، ده بيسهل العميل وده يعني هي ثقه من شغلنا والحمد لله. تمام. طب التصنيع بياخد وقت قد ايه كله على بعضه؟ التصنيع في الوقت يا فندم خلال 3 ايام عمل. ده طقم. ده طقم. الاوردر يوصل في 5 ايام. يوصل في 5 ايام، 3 ايام تصنيع ويومين يا فندم عمل. ده اوردر اول دور كان متصنع لفيلا في تجمع. تمام. طبعا ما شاء الله يعني سريع، وفي نفس الوقت كل اللي بطلبه بلاقيه. تمام. وفي كل المحافظات يعني وفرت كل حاجه للعميل الحمد لله. طيب نيجي للعميل اللي دايما متردد، بنلاقي ان الراجل والست مترددين على بيرد علينا عملاء كتير من دوت، ان العميل متردد او بيكون في اختلاف في الديزاين او اختلاف في اللون او اختلاف، بنقدر نوفق ما بين العاملين. تمام. ونرشح له افضل حاجه ممكنه او تقارب الافكار ما بين. تمام. المنتج بيجوا المصنع ولا من على طريق التليفون برضه؟ من خلال الابلكيشن ومن خلال التليفون. طب حلو قوي. في عملاء بتطلب انها تنزل المصنع، فما فيش مشكله بنبعت لها اللوكيشن بننزل المصنع. احنا كشعب مصري نحب الاطمئنان. دي حقيقه. دي حقيقه. بينزل المصنع ما فيش مشكله، بينزل يتفرج على ارض الواقع وبيشوف. تمام. المنتج قبل ما بنبعته له، دي بتحصل كتير مع عملاء كتير. ايوه، ما هو احنا كده، احنا الشعب المصري كده. دي حقيقه. دي حقيقه. بنحب نشوف الحاجه وبعد كده نشوف هناخدها ولا لا. دي حقيقه يا فندم. طيب خلينا نتكلم عن العميل، مش هنقول ريزل. اوكي. العميل اللي دايما يطلب الحاجه وبعد كده يقول لك لا انا مش عاوزها. حصلت معانا. طب قول لي السبب. مفيش سبب. لا ده انا حصلت معانا مع عميل وردنا من طلب طقمين اوت دور، سفر اوت دور. وردنا العميل، هو ده كان كرسي بورد بترويزه، العميل رفضه او بعد ما قعد عنده 3 ايام رفضه بسبب ان هو يعني قصير شويه فرفض المنتج. بعد ما استلمه بعد 3 ايام مفيش مشكله رجعناه، ومفيش مشكله ورجعناه. ازاي انت استلمته وخليته في بيتي 3 ايام؟ حصلت ورجعت بعد ال3 ايام عشان الكرسي بورد عالي، فمفيش مشكله رجعناه والاسترد ده طوله شويه. مفيش مشكله. بس بيقابلك حاجات من دي، فبيت بالنسبه لك عادي جدا. دي لان السوق المصري فيه الحلو وفيه الوحش، فيه اللي هيتردد. وحضرتك يعني اللي العميل بيرفضه في عميل تاني بيطلبه بيكون مناسب ليه. ايه اختيار اذواق. تمام حلوه قوي. وبرده شغلك ما شاء الله جميل جدا، يعني تطابق الالوان برده مع الديكور بيبقى جميل جدا برده. دي حقيقه فهم. طب حضرتك ما بتديش رايك للعميل؟ بدي رايه وبرشح له رايه وعلى حسب المنتج اللي هو طالبه. يعني مثلا لو طالب برجيله، في انواع كتير في الخشب البرجيلات، برشح له مثلا افضل خشب بدون عشان الشمس، ده معالج دهن ضد الشمس. ارشح. تمام. له في مثلا خشب تك، في خشب زين،
بحط له جميع الاقتراحات بتاعه الخشب والراي الاول والاخير بتاع العميل. حلو ده قوي. يا فندم اللي بي ما وقت ما العميل بيقرر احنا بنبدا ننفذ اللي هو طلبه على حسب التكلفه وعلى حسب سعر الخشب. تمام. طب بتلاقي منافسين كتير جدا في السوق المصري، دي حقيقه، وخصوصا ان حضرتك تصنيع وبيع وشراء، فممكن تكون ارخص حاجه حضرتك بتبيعها، فبالتالي بتلاقيهم بيضربوك برضو في الاسعار، لان انت تصنيع وبيع وشراء في نفس الوقت. هو سوق الاساس في مصر هو كتير جدا، تمام، بس مش كله بيستمر فيه، تمام. مع الاسف. المنافسه فيه هي قويه، واحنا في البدايه وبنعمل اللي علينا والباقي على ربنا عز وجل. اكيد اهم حاجه الاجتهاد، دي حقيقه. وحضرتك ما شاء الله يعني مقامك كبير، ولكن شكرا. السن صغير وابتديت تشتغل على نفسك، ابتديت الاول تدرس الموضوع وبعد كده تدخل في السوق المصري. الحمد لله. يعني ما دخلتش من البدايه وقلت لا لا انا لا، هجرب. كانت بدايتي كانت تجاره مع الشركات، فدي اللي ادتني فكره ان انا افتح المصنع. طب خلينا نتكلم عن الناس اللي شجعتك برضه، احنا اتكلمنا على العملاء، فنتكلم عن اوكي الناس اللي شجعتك. تمام. اكيد موجودين كتير. انا موجود ناس كتير شجعتني وناس كتير احبطتني، يعني مثلا يعني زي زوجتي، امي، في ناس كتير جدا وقفت جنبي، وناس كتير شجعتني، وناس كتير ساعدتني، وفي ناس كتير حطمتني وتعبتني بصراحه. في البداية بتلاقي كده وبتلاقي كده، لا ده في البدايه يعني قبل التشجيع بنلاقي التحطيم، في ناس كتير جدا حطمتنا للأسف تلاقيهم كتير. انت كتير، دي هتعرف حقيقه. تعمل حاجة؟ الحمد تقعد لله، بس دي الكلام ده حقيقه. انت كله. فين واللي انت هتعمله ده فين؟ يعني الحمد لله. خلينا برضو نتكلم عن البيج او عن صفحة حضرتك اكتر. اوكي. لما تم انشائها، تم انشائها ازاي او جبت الفكرة ازاي؟ الصفحه تم انشائها من خلال سنه ونص، تمام. دي كانت بدايه الاكسسوارات، التجاره في الاكسسوارات. بدات عملت الصفحه وبدات اسوق على منتجات وبدات اعلانات مموله. فيما بعد دخلنا في تصنيع الاساس، بدانا سوقنا عليها المنتجات وفيها حلو ريتش قوي. عالي جدا وتفاعل عالي جدا، وعملاء كتير طلبوا المنتجات من خلال البيج واتعاملنا. اكيد انا شفت حضرتك بيج حضرتك موفر كل شيء، دي حقيقه فبالتالي فعلا، ايه اللي مش هيخلي العميل يرتاح او يدخل ويشوف كل حاجه عنه؟ دي حقيقه. طيب خلينا نتكلم برضو، لو انا مثلا عندي انتريه وعاوز اوكي اختار سفره او اختار حاجه بسيطه مش يعني مش موجوده في البيت، متاح كده ولا لازم اخد كل اساس البيت؟ لا مش شرط، انت ممكن حضرتك مش شرط. تطلبي كرسي واحد من الابلكيشن، يعني ممكن الديكور عند حضرتك ناقص كرسي وتلاقيه مثلا متوفر في شندي هومز، فما فيش مشكله تطلبي، مفيش يعني ما فيش مشكلة فيه. مشكله تطلبي اللي حضرتك أصل تطلبيه. بلاقي يعني شركات كتير تعترض، لا تاخد الأساس كله من عندي. لا مش شرط، اللي ناقص من عند حضرتك في البيت انت تلاقيه مثلا على شندي هومز، ما فيش مشكله تبدا تطلبه، ما فيش مشكله، حتى لو اوردر تكلفته 500 جنيه ولا اي طب شيء. حلو قوي ما ما هو شاء انا الله. حضرتك اللي هياخد منتج لو سعره بسيط من الابلكيشن، وجي فيما بعد لقى المنتج كويس وجودته كويسه، فيما بعد هيختار زي ما بنقول اساسه، برضه في السوق المصري، هو العميل بيجيب عميل. ده العميل اتعامل بيجي معاهم هيجيب كويس اساسه كله جدا من ومحترم جدا. الابلكيشن، دي حقيقه. حلو قوي. طب خلينا نتكلم برضو عن غرفه الاطفال، بنت والولد. اوكي. بنلاقي اعتراض كبير جدا، البنت عاوزه حاجه والولد عاوز حاجه، دي حقيقه. والاثنين في نفس الاوضه. بنحاول نوفر، يعني مثلا ممكن نعمل الغرفه نقسمها اتنين. ازاي نقسمها اتنين؟ يعني مثلا الدولاب بشكل واحد، اوكي. نعمل سرير مناسب للبنوته وسرير مناسب للولد كشكل، فبحيث ان يبقى متوافق، وما ان احنا نوفر برضه على العميل بدل ما يطلب اوضتين، واحده للبنت تمام. واحده للولد، بنحاول نوفر الغرفه للاثنين. تمام حلو قوي. طب حضرتك بتاخد المساحات قبل ما تعمل اي حاجه؟ دي موجوده دي اهم في حاجه. في عملاء يا فندم بتطلب المساحات، يعني مثلا لو ركنه بتطلب مساحاتها وليكن 5 متر 10 متر، بتديني المقاسات ببدا انفذ لها واصمم لها على المقاسات بتاعتها. اكيد مش يعني. شرط ان انا اجبره ان هو لا انا عندي مثلا اوردر الركنه ديت مقاسها 10 متر، المساحه عند العميل ممكن تكون 5 متر، فبالتالي مش هطلبها، لا انا هتعامل مع العميل واخليه 5 اعمل له 5 متر على نفس المساحه اللي عنده، وانفذ له المنتج على حسب المساحه اللي عنده واصممها له وابعتها للعميل. حلو قوي. يعني المساحه على قد المساحه بعمل، مفيش عائق في المساحه. مفيش عائق في كنت المساحه. لسه اقول لحضرتك اكيد المساحه بتعمل لك عائق كبير. لا في شركات كتير جدا بتبعت المقاسات، يعني واحد بس، يعني المقاسات انا مثلا 10 متر فخلاص هو 10 متر، ما عنديش ان انا اعدل، ان انا انزل مساحه اكبر مساحه، لا احنا موفرين الميزه ديت في الابلكيشن، ان احنا بنحط المساحات على حسب ما العميل يطلب. تمام حلو قوي. طيب اكيد اللي البيع الطاي او البيع للعميل نفسه غير البيع لصاحب المعرض، اكيد لان انا اكيد. كصاحب المعرض عاوز سعر بسيط عشان اقدر ابيع سعر زيك. بسيط، طب انا المعرض لما بيطلب مني سعر بسيط انا بتعامل معاه وبديله امكانيات اقل، جوده اقل لصاحب المعرض عشان السعر بتاعه، احنا دايما النهارده كل يوم في زياده، الاسعار كل يوم في زياده، كل دقيقه مش كل يوم. كل دقيقه في زياده، مع فانا الاسف. صاحب المعرض لما بيطلب مني اسعار اقل او عايز منتج بسعر اقل، انا بالتالي بقل في الجوده، لما بقل في الجوده ده الفينش بتاع الشغل بيبقى ضئيل جدا، الكواليتي ما فيش كواليتي،
صاحب المعرض عايز يكسب، ما بس في الاخر العميل هو المتضرر، هو مجرد صاحب معرض، هو مجرد ما بيديش ضمانات، او بمعنى اصح ما مفيش. وانا انا كواحد من الناس لما اجي اورد لمعرض او ادي المعرض انا ما بحطش لوجو الشركه على المنتج بتاعي، لان هو كده كده بيبقى يعني ضئيل، العميل هياخده مش هيستفاد بيه. اكيد انا لما بطلع حاجه من خلال الابلكيشن او من خلال البيج، البيج بتاعي بيكون، البيج بتاعي بيكون موجود على المنتج، زائد الضمان موجود على المنتج. طب ما ده ضمان كبير جدا، لو في اي حاجه او في اي عيب في المنتج برجعه لحضرتك. بالظبط كده يا فندم. واحنا بالنسبه احنا قلنا في السوق المصري عميل بيجيب عميل. لا، واحنا يعني في الاساس بندفع دم قلبنا، وخصوصا العريس ما شاء دي الله، يعني دي حقيقة. لازم يدفع، فبالتالي لازم يختار صح. دي حقيقه يا فندم. طب نصيحتك ايه للعميل؟ نصيحتي للعميل، في عملاء بتيجي تفكر ان هي توفر في الاساس، الاساس ده يعني رقم واحد في البيت. هو بيقول لك هجيب حاجه على قد، طب ما انت فيما بعد هتحتاج حاجه تانية، هحتاج حاجه تانية عشان اللي على القد اللي انا جبتها ديت مش هتعيش معايا او مش هتكمل معايا. فمش هتكمل معايا، فهضطر ان انا اطلب حاجه تانية من ايه، من خلالها مع الاسف. ففي ناس بتطلب منتج اي نعم ممكن يكون سعره عالي بس الكواليتي بتاعه بيكون اعلى، تمام، ده بيعيش معاه بدل السنه 10 و15 سنه. في منتج سعره ضعيف ممكن ما يكملش سنه. تمام، حلو قوي. طب هنيجي برضو للاساس اللي بيتم تصليحه، هل في تصليح اساس ولا لا؟ دي ميزه لا مش متوفره. مش لا لا مش متوفره، لان عشان تصين الاساس تكلفته هتكون اعلى من انشائه جديد. مع الاسف. بس في ناس بتقول لك انا، طب ما انا عاجبني الشكل، فعلى اني ممكن تعمل مشكله نفسه. انا ممكن عاجبني الشكل، انا ممكن انفذ نفس الشكل بس جديد، بحيث ان انا من البدايه خشب جديد، سفنج جديد، قماش جديد، كل حاجه جديده. انما اصين منتج قديم، لا دي طبعا استحاله في الوقت الحالي اللي احنا فيه. معلش، الموديلات زمان كانت حاجه والموديلات دلوقتي كانت حاجه، اتغيرت تماما. فانا لما اجي اعمل موديل اصين موديل، فلو عميل هيجي يصين معايا موديل هيصين موديل من 10 سنين، طب الموديل بتاع ال 10 سنين اللي فاتوا مش زي الموديل بتاع النهارده، مهما احط كواليتي فيه مش هيبان، مش هيبقى زي. فدي مرفوضه تماما. تمام. القماش، حضرتك اتكلمت على القماش ودي اهم نقطه. دي حقيقه. اختيار القماش بيتم برضو من العميل؟ دي بيتم من العميل. تقدر ان انت توفر له كل القماش. هو انواع القماش، الانواع القماش دلوقتي كلها معروفه، يعني مثلا القطيفه جلد مقلوب، في الانواع كتير جدا معروفه. فالعميل مثلا انا عايز الركنه ديت، تمام، قطيفه، فخلاص هو القطيفه هو قماش معروف، مفيش مشكله ومفيش اختلاف فيه. تمام. انا عايز درجه اللون كذا، فدي درجه اللون. هو اختيار اللون هو اللي بيتم من خلال العميل. القماش انا قطيفه جلد مقلوب، يعني بيحدد نوع القماش اللي هو محتاجه، وده سهل جدا بتحدده وانا بوفره لك، لكن الالوان دي حاجه من عندك انت، اختار زي ما انت عاوز. يعني انا مثلا عايز لون بيج قماش قطيفه، دي سهله ودي موجوده ودي متوفره. تمام. طب خلينا برضو نتكلم عن البيج، لان البيج ما شاء الله يعني شامل كل شيء. تمام. السفره او مكان السفره بيحتاج مكان واسع شويه، فلو تمام. مكان ضيق بتعمل فيه ايه؟ بنصغر المساحه، يعني في سفره 4 كراسي، في سفره 6 كراسي، في سفره 12 كرسي. طب انا دلوقتي سفرتي دلوقتي هي 4 كراسي واحنا 6 افراد. اوكي، ممكن مع ال4 كراسي نحاول ان احنا نعمل بانكت، يعني سهل جدا تخزينه وسهل جدا استخراجه. البانكت دوت سهل مش محكوم، ممكن يخش تحت السفره، يترجن تحت السفره بحيث المساحه تكون صغيره ويدي شكل حلو برضو، بس اقدر وقت الاكل ان انا اقدر اطلع البانكت، وبعد استبعاد الطعام بدخل البانكت تاني مكانه. طب ما دي فكره جديده وفكره حلوه، يعني انا بتعامل مع كل العملاء فبالتالي بوفر لهم كل شيء موجود. بالظبط كده، مفيش اللي حاجه اسمها مستحيل او لا. بالظبط كده يا فندم. طب حلو قوي. نتكلم برضو عن الاساس، اهم حاجه اساس بيتك. تمام. فاحنا عندنا في الاساس بنلاقي ان مع مرور الوقت الخشب حصل له كده توالف، او حصل له كسر بسيط او شرخ بسيط، مش كل انواع فمن الخشب. ايه برضو؟ طيب، في مثلا عندنا في الغرف النوم، انا ارشح الكونتر. تمام. الكونتر دوت في ترشيحه بيبقى كويس، ممكن 7 سنين قبل ما يبدا المنتج يحصل له اي توالف او اي توالف بسيطه، دي ساعتها بيتم 7 سنين. كونتر والاهم من الخشب الدهان. يعني ممكن اكلف الغرفه تكليف عالي واعمل فيها كونتر واعمل فيها شغل عالي، تمام، واجي في النهايه الدهان ضئيل. فمن خلال اول سنه او اي حاجه وارد ان هي تتعرض لها الميه. تمام. هو في دهان معالج ضد الميه. تمام، حلو. تمام. الكونتر ما بيتاثرش من الميه، الخشب ازاي ما بيتاثرش من الميه، الام دي اف ربما يتاثر من الميه، فمع الوقت بيحصل له توالف. الام دي اف الفورمايكا دوت لو حصل له لمس ميه بينفخ، ده ما بيتمش تصينه، ده تغيير على طول. على طول على طول تغيير، وبيتم تغييره. تمام. اصل احنا دايما بنقول يعني المسيح ما تجيبوش الحاجه جنب، يعني ما تجيبوش ميه جنبيها. تمام. بس طبيعي انا بمسح البيت او بعمله، فبالتالي بتيجي ميه. مفيش مشكله، مفيش مشكله. حتى هي لو الغرفه ام دي اف، المسيح يعني المسيح حاجه
مسيح بسيط غير مسيح بكمية مياه كبيرة، دي في نفس الوقت تزعل الأساس. حتى المياه معلش هي مع الوقت بتدمر أي حاجة في الأساس أكيد. أو بتدمر أي حاجة مع الأسف. تمام، فمش استخدام مياه على طول، لا حاجات بسيطة جت في حاجة بسيطة حاجات بسيطة عادي مش مشكلة. لا مش مشكلة عادي، دي مش مشكلة، ما تضرش في حاجة. تمام، خلينا برضو نتكلم عن المشاكل. تمام، أكيد كل واحد فينا بيقابله مشاكل. تمام، فمحدش نجح أو يعني كرسالة للشباب اللي بقول لك انا بعاني كتير، لا ده احنا واجهنا مشاكل ونجحنا عليها ولحد وقتنا هذا لسه بنعاني في مشاكل ولسه مستمرين في مشاكل ولسه بنحاول نحل مشاكل، وفي مشاكل كتير لسه هتواجهنا. هي الحياه طبيعتها كده، ان تخلص من مشكله هتلاقي مشكله، نحاول ان انت تستمر. الاستمراريه هي والتوفيق بتاع ربنا عز وجل في الاول وفي الاخر. اسعى بس على نفسك واشتغل على نفسك والباقي بتاع ربنا، واهم حاجه ما تنتبهش للكلام اللي بيتقال عنك. لا ده بيتقال كتير. هو بيتقال كتير. تمام. بس حضرتك لو ركزت معاه مش هتعمل حاجه، دي مش هتوصل. دي حقيقة. ما كنتش وصلت انك حضرتك تنشئ بيتش او تنشئ صفحه بالجمال ده. الحمد لله. طب خلينا برضو فكره الصفحه كانت فكره حضرتك ولا كانت فكره حد؟ لا هي كانت فكرتي في وقت ما، كانت فكرتي. تواصلت مع استاذ بيتر ده ساعدني جدا في الموضوع وانشا لي البيتش، وساعدني كتير جدا في الدعايه بتاعت البيتش وانشا البيتش، من الشخصيات المحترمة جدا اللي ساعدتني في حياتي ان انا اقدم خطوة. دي اول خطوة للنجاح. دي حقيقة ساعدتني خطوة كبيرة جدا. دي اول خطوة ان انت تنجح. ساعدتني يعني يعتبر بدون تكلفة، اللي هي مساعدة كده اخوية. تمام، وقف جنبي في البيتش وساعد معايا كتير جدا وانشأ البيتش فترة قصيرة. تحياتنا ليهم طبعا، الناس الجميلة دي. دي حقيقة. هنتكلم برضو عن المحافظات، لان في ناس تقول لك طب ما هو التواصل مش في كل المحافظات. تمام. لا احنا التواصل موجود في كل المحافظات. طب الوقت اللي بيتاخد قد ايه ما بين المحافظه والمحافظه؟ على حسب المحافظه. القاهره مثلا خارج القاهره في خلال يومين، اسكندريه في خلال 4 ايام، محافظه الصعيد في خلال 5 ايام. بتدي مساحه لحضرتك عشان لو في زحمه في بالظبط الزحمه في اوردرين خارجين مع بعض، العربيه ما تطلعش باوردر واحد، تطلع لا باثنين وثلاثه واربعه، محافظه الصعيد محافظه اسكندريه هكذا. فبندي مساحه بحيث ان بدل ما يطلع اوردر على عربيه بيطلع اثنين، وده بيقلل علينا التكلفه وما بنزودش مصاريف شحن على تكلفه ووقت. دي حقيقة. لا واحلى حاجه حضرتك بتعملها ان انا لما اختار الاساس بتاعي ساعتها حضرتك بتعمله. تمام. مش عامله وركنه او عامله وحافظه في المخزن. دي حقيقه. لا بيتنفذ اول ما العميل بيطلب الاوردر، يعني طلب الكرسي بيتنفذ. الحاجه المطلوبه دايما بتلاقي فيها عيب كتير جدا. دي حقيقه. دي حقيقه. بتتلف من التخزين، ده طبيعي، الشمس او التخزين فطبيعي. دي حقيقه. فانا اول ما اختار الحاجه حضرتك بتعملها لي على طول. تمام. طيب بيت كامل او فيلا كامله تحتاج وقت قد ايه؟ على حسب المساحة وعلى حسب الاختيار الديزاين فيها. على حسب كل حاجة باختيارها. أنا ممكن تاخد فيلا فرش بس حوالي 7 أشهر. تمام، ما على حسب الشغل اللي بيتطلب. في ممكن ما ياخدش شهر، على حسب المساحة وعلى حسب الغرفة وعلى حسب الدريسنج روم على حسب البرجولة، كل شيء بتاخد وقته الطبيعي. حلو قوي. طب التواصل مع حضرتك بيتم ازاي؟ من خلال الابلكيشن، من خلال ارقامي، من خلال ارقام الواتساب. حضرتك اللي بترد على الصفحة؟ ولا في تيم؟ لا في تيم معايا يا فندم بيرد على الصفحة. طب حلو قوي، مفيش تأخير؟ لا مفيش تأخير. أكيد؟ لا مفيش تأخير. لا التأخير كتير جدا إن شاء الله. لا يا فندم مفيش تأخير. طب حلو، عشان العميل دايما بيتضايق من قصة إن أنا أتصل أو إن أنا أبعت رسالة ومحدش يرد عليا. لا العميل أول ما بيبعت رسالة بترد عليه في خلال ساعتين بيتم الرد على العميل. تمام، حلو قوي. طب إيه كلمة الشكر اللي حابب توجهها للناس اللي وقفت جنبك والناس اللي انتقدتك كتير؟ الناس اللي انتقدتني كتير ربنا موجود. تمام، والناس اللي وقفت جنبي انا بشكرهم جدا جدا ان هم قدموا لي دعم وقدموا لي مساعدات كتير، وان هم وقفوا جنبي لحد ما وصلت لمرحله. اي نعم لسه ما وصلتش لحاجه بس جاي افضل بفضل من ربنا عز وجل وبفضل مساعدتهم. تمام، حلو قوي. طب رساله حضرتك للشاب اللي دايما بيقول لك انا ما فيش شغل. والله احنا بنسعى، هو اسرار الحياه دايما بيتكلم عن الشباب اللي بتقول لك ما فيش شغل. احنا دايما بنسعى ودايما بنقول يا رب ما بنحطش احتماليات السوق، السوق واقف الاسعار عاليه، احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا عز وجل، بنجتهد ونقول يا رب. طب باشمهندس احمد انا اتفقت معاك على اوردر. اوكي. والاوردر ده السعر كله اسعار كلها ارتفعت او الاسعار كلها اتغيرت. هل بترجع معايا في السعر ولا بيفضل زي لا الاوردر اللي تم والعميل طلبه وضلنا عليه ما ده ما فيش مشكله، بتسلم حتى لو السعر عالي. بيتم تعديل الاسعار بعد زياده الاسعار على طول، يعني مثلا انا تم زياده الاسعار في خلال الاسبوع دوت، من بدايه من الاسبوع الجاي ببدا ان انا اعدل الاسعار او ازود الاسعار. في الفتره ديت ما فيش اوردرات طلبت ما فيش مشكله، في اوردر الطلب بيتطلب على السعر القديم وبيتنفذ على السعر القديم وتسلم على السعر القديم. طب حلو، يعني مش بتغير في الاسعار على اي حاجه؟ الاسعار يعني مع الزيادات بنبدا نزود. مع الاسعار بنبدا نزود، انما في خلال مثلا الاسبوع الحالي تم زياده الاسعار بس في اوردر مطلوب ما بنقدرش ان احنا نغير اسعاره او نقدر نتواصل مع العميل بحته السعر. تمام،
حضرتك قلت لي بيكون في ضمان 6 شهور، تمام، اللي هي عقود ما بينك وما بين العميل. دي حقيقة. طيب حلو قوي. برضو انا كنت لسه هسألك ايه اللي يضمن للعميل ان الخشب اللي انا هطلبه هو ده، لان انا كعميل ما اعرفش ان الخشب ده زين خشب ايه بالظبط، ما اعرفش. دي احنا بنتواصل مع العميل، ممكن نشرح له الزان بيكون عبارة عن ايه، بحيث انه يستلم المنتج بيكون عنده فكرة عن نوع الخشب دوت ايه. العميل محدش يعرف دلوقتي، محدش يعرف انواع الاخشاب، لا أكيد. ناس كتير جدا عارفه الاخشاب وعارفه ده ايه وده ايه وده تمام. ايه، عملاء كتير جدا عارفه ده. معانا مداخله لبشمهندس بيتر. تمام. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا بشمهندس، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام بخير. وحضرتك طيب؟ طبعا احنا عندنا بشمهندس احمد عاوزين نتكلم عن التعامل معاه كان ازاي. صدقيني الابلكيشن ممتاز جدا، يعني واجهه المستخدم بتاعته سهله، اي حد يقدر يتعامل عليه بسهوله جدا. يعني الاوردر اتشحن على طول، يعني طلبت انا اوردر، الاوردر اتشحن على طول بنفس المواصفات بنفس الصور بنفس المسات، حلو يعني جدا. حاجه جميله جدا يعني، تمام يا وكويس استاذ. اللي اتطبقت في مجال الاساس وكده. طبعا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، وبشمهندس احمد اكيد بيشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. طبعا يا بشمهندس حلقتنا ما شاء الله جريت في السريع، ما شاء الله. فعاوز تشكر مين في نهايه حلقتنا؟ اشكر امي وزوجتي واشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني. شرفتنا ونورتنا، شكرا جدا ويا رب مزيد من نجاح ان شاء وتألق الله. لحضرتك ان شاء الله يا هن. طبعا احنا اتشرفنا بوجودك. شكرا. استنونا في كل جديد من برنامجكم اسرار الحياه، ويا رب تستفيدوا من حلقتنا النهارده.